ذكرت مصادر أمنية مصرية ومصادر من الهلال الأحمر لرويترز أن أولى شاحنات المساعدات منذ انهيار الهدنة في غزة دخلت من الجانب المصري من معبر رفح، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تسلمت اليوم 100 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح محملة بالمساعدات الإنسانية، وتحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.